ولكن فريمون بقى فيا الحال يعني طونك زيد التليفون وعيط لشي حد باش يجي الا ما كتغنيش خاصو يهز التليفون يقول لي مريم ما نقدرش نجي خصك يقول واش باكم ما معاكم شي كيقول اكيد كثر شي حاجه بزاف واش باكم ما عايش معاكم واش باكم علاش يجوك علاش يجيك الذهب في لي كادو جي عيب شويه حاجه بحاجه شوف بهاد المناسبه كل واحد يبط لي كومونتير ويقول لي عيد ميلاد ديالو شوفوا شوفوا معايا شحال لي كادو جاو هادشي عرفتي شنو هادشي راه ابر على لي كادو اللي لبساتهم ولي وين لبساتي وديك دات سيها من الصنادر الروي هذاك الشيء حتى لبساتهم غير شنو توصل ماشي باين عاود حتى خرجت به الزنقه ما يمكنش نوري شوفوا الذهب شوفي سمعيني علاش يجوك علاش يجيك الذهب في لي كادو علاش مريم يجيك الذهب في لي كادو بعد الناس سي نورمال شوفوا شحال لي كادو غنوريكم حاجه بحاجه هادشي ذهب هادشي ذهب وهذاك الطابلو انا نوريكم داك الصبابط وداك الشيء انا كلشي حسيتك ما حملتكش شوف بالروج برا كادو انا كادو واش عارفينك ما تجيبش داك الشيء على طول ساكن خلصت لك شحال من حاجه فاني بيغسر شنو يلا شنو ردي لي فلوسي ازمه ردي لي فلوسي فلوس نجرك ديك القصه القرده ديال الجبل شوف بعد بلاتي سيريريرو دابا نوريكم لي كادو كل حاجه اشنو فيها ولكن علاش يجيك الذهب علاش مريم واش الفامي صافي عليكم انا كنتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير كنتمنى تكونوا كتفرجوا في هاد لا فيديو تكونوا بخير وعلى خير تكونوا مرتاحين وبصحتكم بغيت نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد هاد الفيديو للاسف اللي غيكون عنده علاقه بلي كادو ديال مريم علاش للاسف خاصك تشرح ليا شوفوا لي كادو شحال عرفتي شنو ما يمكنش حاجه ود لي كادو عرفتي شوفوا سمحوا لي وكنراح حسدتها عمري عجبو الجوج ليا ولي لانيفيرسير ديال قريب عمري حسيت بالحسد من شي واحد ولكن مري حسيت تخيلوا معايا دابا جا الذهب في لي كادو ملي خسرتيني بهاد الذهب هذا واه جاوها نكمل عندي نقول لكم جا الذهب جاوا الحوايج الشراوط جاوا فرجليها جاوا لي زاكسيسوار الروايح اخويا انا عزيز عليك شكون هادي كاع باش يجيو هاد لي كادو كامل قاعدين معايا المهم هذا الفيديو اللي عنده علاقه بلي كادو بزاف من الفلوق اللي حطينا اخر مره قالوا لنا حطوا لنا لي كادو اللي جاو لمريم وحتى غنوريكم دابا لي كادو جاو مريم شنو كتقلبي في الطانق الذهب اللي وصلاتك شوفوا قلت لكم مريم كي جا هذا اللوك جديد ديال جديد ديال المعزه شنو ديال المعزه دابا راه ما مقاداش شوفوا حطيت لكم في انستغرام ونحط لكم هنا دابا شنو هو شنو هو الفرق بين مريم وبين هاد التصويره غنحط لكم هنا يلا شوفوا في مريم مزيان وشوفوا التصويره غنحط لكم دابا هنايا الكرون يلا خلينا نبداو لي كادو دابا صافي غنبداو بلي كادو شوفوا غنبداو بلي كادو شوفوا ماشي التناسب داك الترتيبي وداك الشيء ما كايناش يعني مثلا قلت لكم كادو الاول شنو هو ماشي زعما هو احسن كادو عارفه كل واحد شنو الكادو اللي جاب لك عارفهم كاملين خاصك بغيت نقول شكرا بزاف للناس اللي حضروا وبغيت نقول لكم بلي ان شاء الله عيد ميلاد قريب كان كادو زعما سبا لابي كادو كيما كان كادو علاش تقولي عيد ميلاد نعرض على الناس بزاف باش يجوني لي كادو بزاف؟ لا مرني قلت شوفوا عيد ميلادي انا في شهر 12 شوف بهاد المناسبه كل واحد يبط لي كومونتير ويقول لي عيد ميلاد ديالو يلا بهاد المناسبه اي واحد جبت لهم كادو كل واحد عطوني كومونتير قول لهم ما تعرفوا تلقاو التوام ديالكم في لي كومونتير يلا كلشي يبط لي يكتب لانيفيرسير ديالو يلا نبداو بلي كادو يلا بلاتي انا لانيفيرسير ديالي في شهر 12 ولكن غنسبقو قبل علاه؟ واختي باغي لي كادو واه لا شوفوا لانيفيرسير ديال شهر 12 غنديروا الشهر الجاي ولا نديروا بحال هكا يلا بداو توجدوا الدراري والدريات اللي زامي ديالنا اللي كيعرفونا الفاميلي وداك الشيء بداو توجدوا في الكادو الشهر الجاي عاوتاني الدقه مراكشيه والتريتور البلبله و بدينا نبداو بلي كادو ونوريكم شوفوا تعاود تقول لكم مريم بلي هادشي ماشي بالترتيب حيت حنا ما نديروش كل واحد الكادو اللي تفكرت غنقولوا على باش غندوزوا لهادو اللي حدا حيت شي حوايج لبستهم بحال هادي كملوا لكم وغنبداو بالكادو الاول اللي هو الكادو ديال الوالده ماما هو اول كادو جاني صراحه الله خدات لي واحد شوف بلاتي في الاخر ديال لا فيديو غادي نوضحوا لكم بزاف علاش كسوني علاش الوالد ما كانش في علاش الوالد ما كانش في لانيفيرسير غنوضحوا لكم علاش الوالد ما كانش في لانيفيرسير في الاخر ديال لا فيديو يلا كمل الوالد شنو جابت لك ماما جابت لي واحد الكسيوه بيضاء والكاب ديالها واحد البيجامه جابت مني هي اول وحده جابت لي الكادو ما نقدروش دابا نوريوها لكم حيت في البيت ديالنا ودابا جوج اللي دابا اكثر من جوج اللي دابا جوج دونك ما نقدرش ندخل عندها ولكن فريمون كادو مح فن كما نقول ماما شكرا بزاف ندوزو الكادو عاد غدا بالدار ولا ندوزو الكادو لسهام الكادو ديال سهام هو اللبسه اللي كنت لابسه في لانيف الكسوي كانت لابسه في لانيفيرسير لبسه سطات ملي كنت غنلبس حاجه اخرى وكيفاش شفتي لبست اللبسه اللي كانت لابسه واحد كانت غتلبس
كنتي غتلبسي الكادو ديال شليخات ديال غيزلان. غيزلان شليخات بعدا شكرا سيام على الكادو فريمون عجبني. غيزلان حتى هي جابت لي واحد الكسيوه في الترتيب كانت غتلبس الكسوه اللي كانت الكادو ديال شليخات ساعه في الاخر لبست ديال سيام حيت قالوا لها صافي ما تبدليش ما تلبسيش الكسوه لبسي غير الفوق ديالو لبسي ديك. شكرا بزاف على الكسيوه اللي جبتيه. كيفاش غنوريهم دابا الكسوه ديال غيزلان؟ ما نوريهم من بعد لك الكادو ديال فتاح جاب لي واحد النضيضرات ولكن بقى الطوموبيل وخلص لها التريت وخلص لها بسطيله بسطيله فتح اللي خلصها. الا شوف الفيديو اللي لحت علاش اخويا شوها انا خاصنا نعرف علاش اخويا شوفوا الا شوف الفيديو اللي لحت مشيت انا فتح جبنا بسطيله مع التريتور فتح اللي خلص بسطيله صوت خلصي الدقيقيه علي خلصي الدقيقيه نعي في بالكم الكادو ديالي هو الدقيقيه حيت حنا بغينا نخلصوا كلشي باش ما نديروش كلشي فابور حيت بعض المرات كنخلصوا وكنديروا اشهار لهداك اللي دار لينا خير منا ولكن كتقولينا كديروا كلشي فابور شي المره ما درنا حتى واحد بداو دابا بلاتي كادو صافي وصلنا فتح لك صافي يا فتح جاب لي واحد النضاضر يا سلام كاين في الطوموبيل تحت وكلشي عكزي وانا خلصت الدقه مراكشيه وفتح خلص الديريتور ولدي جاب لك سوال دابا ندوز الكادوات ديال لي زامي وغنبداو بالكادو الكبير شويه كان معاك شنو هنا كبير بزاف اول كادو اللي هو هذا الطابلو هذا فيه تصوراتي مع ما داروش كلشي غير ماما بابا قرب مزيان قرب مزيان باش تشوفوا علي وايمان وانا راسي وكل تصويره تحتها شي سيتاسيون على داك البيرسون اللي معايا باغ اكزومبل انوريو انتم شوفوا هنا مزيان هذا راه انا المهم علي مثلا بابا وماما الفوق. المهم الطابلو هذا عجبني اي نعلقه في بيتي وفي البلاد ولا نعلقه هنايا في الصالون شكل فرايز. هذا الكادو هذا جابته ليا حيت خلينا نقول شو جابته ليا. جابته ليا ايمان صاحبتي اللي ما صحبتنا ما كاملت اربع شهور مقاده وكنبغي المهم ملي مرا صوتي باه راه مريضه واحد الدريه صراحه الله ظريفه بزاف وكنحماق عليها انا كنبغي نقول لك شكرا بزاف على الكادو من لي كادو اللي سطاوني هو هذا فريمون شي حاجه رمزيه زوينه. هذا شكون تقول شكرا حبوبتي ايمان هذا بعد ليا من لي كادو ديالي بريزونط هذا لا دونك هادو دو كادو غيسمحوا لي وي ام وختها جابوا لي هادو بجوج ما عرفتش شكون اللي جابت لي وي ام. المهم وي ام عارفينها وي ام رضوان اللي كانت في ذا فويس صاحبتنا وعشيرتنا مغنيه راه كانت كانت لابسه الحمر هي وختها جابوا لي هاد جوج ديال البوست ما عرفتش كل وحده فيهم شنو جابت مي غادي نوريكم شنو كاين كحل هاد النضيضرات هادو فنين فنين طيب دابا هادو ماشي نضيضرات انزرب ماشي نضيضرات نضيضرات ديرش ليا بها هادو غنكمل بهم الفيديو صراحة الله عجبوني السيل ديالهم محفنيون. دونك هذا واش وي ام ولا دنيا مارك نوريكم سميت لا مارك وجاني براسلي ديال ديال الدهب شوف جاني براسلي توا عجبني السيل ديالو كيبان كلاس كيفاش كت ايه صافي صافي شوف صافي اخويا بغيت نوريه لهم شافو شي مريم انتوما نوريكم هنحيدو من البلاط ديالو هانتوما ها هو البراستي يوصل لمريم علاش كل مسمار مسمار عجبني صراحه الله فنيون. المهم وي ام ودنيا كنبغي نقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف فريمون جيتو نورتو ليا لانيف وثلاثه الكادوات ديالكم زوينين علاش غطردو ليا غنطردك هانتوما براسلي براسلي صراحه ماركوش مع وي ام نوع عند هذاك. المهم وي ام وختها جابو ليا وي ام ودنيا الكادو صندالة قرقابة صندالة اش كدير هنا لا هادو ديال سفيان وفائزة شد هادي هادا ديال سفيان وفائزة كنبغي لكم شكرا بزاف. المهم جابوا لي هاد الكسيوة هادي صراحة الله عجبتني خاصني نوقف باش تشوفوها. المهم عجبتني بزاف بزاف جابوا لي هاد الصنيديلة كتلبس معاها عرفوها قصيرة لا لا ما قصيرهش في مترو 58 ماشي قصير انا مصندالة وجابوا لي هاد الصاك هذا سامبل حيت عارفيني عزيز عليا السامبل وعزيز عليا نونوار فوالا ساك سامبل بزاف ساك بالكسوه ديالو وبهاد القرقابه. المهم هذا كادو ديال سفيان وفائزه كنبغي نقول لكم شكرا بزاف 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 ديال القعده اي والله مريم ديال القعده حق الله. المهم هادو طرا طرا وبركه من لبسه لا. المهم هذا سفيان وفائزه شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. هادي صاحبتي اكرام شفت حتى البوسيطه البوسيطه كديرها كلاس جابت لي الساك على كثرت فلوس اجيبي لها السيكل مان ساك ابيض صراحه الله سطاني عرفتي اش توري ها كيفاش كيتورى ها شوفوا الساك ها انتم ها كيفاش كيتورى الساك ها انتم وصنداله وصنداله بيضه ديالو كيلبس هذا الشيء باش نوريها لكم مع هاد اكرام مراكشيه
قراو انقرا ناري تو دي موست ادورابل كلبا ان ذيس وورد هابي بيرثدي لاف يو لاف يو تو اكرام شكرا بزاف سي جي تو ميري شكرا ليك سندانتو سندانتو لبس هذا كان كل شيء نبدلها حيتاش كل شيء بينا شوفوا الذهب حاولوا قوتي اخويا انت قراي بلاتي قراي قريب هذا شي ديال سكينه سكينة صديقة ديالنا صديقة ديال سفيان وفائزة شكرا وصديقة ديالنا بزاف بزاف الكوكياج جبتها المرأة وفي المر ديال الذهب انتوما بالروسي ديالته شكرا لك بزاف 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 اللون ديالو عجبني اللون ديالو زوين بزاف ديري كملي بيه لا فيديو وي واخا ما يجيش غير ما يجيش ما يجيش معنا تخيل ما يجيش الصفا بصح ها انتوما فريمون عجبني السيل ديالو سامبل وكلاس بين فين هو النمر ديال الذهب انتوما النمر ديال الذهب خليه تما تلبسو اجي بشويه حاجه بحاجه ما كترطع لي تما تقول لي كادو ديالك والله كنت حاجة للدراري ما تبقى لك زعما كنت حاجة كديروها دري دريات والله تبنا خذها بالله سكينة اختي شكرا بزاف على الكادو هذا الساك شيبي ساك شيبي نزيها نزيها خيت ايمان بنت خالتي شكرا لك بزاف على السويك ساك ديال تجمع فيه شي 20 مليون 20 مليون عندك 20 مليون شكرا لك بزاف حبيت اللون عمرني صراحة الله خديت هذا اللون هذا حبيته السيل ديالو عجبني بزاف 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 شكرا لك بزاف حبوبتي وصيفت ها كيفاش كيتورى ورى انت عندك ها انتم هذا وصل عيد ميلاد سعيد مريومة نزا شكرا لك بزاف نشوف نورتي نورتي الحفل حق الله العظيم عيد ميلاد سعيد مريومة نزا نورتي الحفل اجين هادي شايبل سوبريم هاد الكادو هذا جابتو ليا مابقاش تضحك لي على الكادو ديال الناس لا زوين هذا زوين هاد الكادو هذا جابتو ليا شيماء خت هي كانت خت صاحبتي كانت قرات مع قرات معايا ختها ولكن تصاحبت انا وياها واحد الدريه حلوه زوين زوين غير زوين حتى انا شوفي رسماتني شوفي الا عرضت عليك جي ديري لي بحال هذا وعلى فكره قالت لي غير ما بقاش الوقت حيت عرضت عليها معطله وما بقاش لها الوقت اما كانت ترسم لي احسن من هكا وكيتها هكا عجبني بزاف حتى هو غادي نعلقو مع الطابلو ديال ايمان شكرا لك حبيبتي بزاف 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 كتفرحوني حاجه كتكون بيرسوناليزي كتكون زوينه رجعوا البواطه ديالها تا لا فال لا في الله يجزيك بخير ما تروجش ليا الفشط هذا ساك ليموني هذا سطاتني سطاتني لاكول بحال كنبيع هذاك الشيء سطاتني لاكول اش جابتو لك كولور هذا جابوا لي ياسين صديق ديالي اللي جا لاني باسكم ديجا شفتوه في الفيديو صديق ديالي في الساك صراحه الله سطاني اللون ديالو غابر جميل جدا انتوما شكرا لك بزاف 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 والله الا شبعتي سيكان عا كانوا كيديروا الدراري بواحد الصنطه ديالو سي نورمال عيلو سي نورمال الصنطه ديال الساك ليكون حاط فيه شي العاقه شنو باقي اخر شكرا لك بزاف نورتي الورا الورا باقي كامل الاحسان راهو مجوج الفوق هادي خاوي علاش حيت هنا فاتي بنت عمي جابت لي واحد الكسيوه ولكن لبستها لي سيام ومشيت خرجت بها بلاتي الفيلم ديال فاتي ونبدا الحلقه حيت جابتها جات لي كسيوه فاتي صفرتها يفني وانا وكي لبستها لي سيام ولكن غنمشي نجيبها لبستها غير لسبب من الاسباب هاد كادو ديال صاحبتها احسان عرفتو هادي ريحه زارا جابتها لي احسان فريمون الريحه سطاتني زوينه بزاف والله شواعر والله جابت لي حتى بوكي د فلور شوف 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 على لا كولور شوف شوف كلاس صراحه الله حبيتها 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 او غي خويها هادي الدريات فلان حتى انا ندير عقب الدريات فن 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 وجابت لي حتى بوكي د فلور ما عرفتش فين شداته القدره الايه ورا بوكي د فلور غيخسر راه لا لا كنت خازنه واخا خسر غيخسر يا والله شو واعره دريها ديرها في ديالتها وهذا الكادو لايمان بنت خالتي هذا الكادو لايمان بيجاما حبيتها على فكره راه توسخت علاش لبستها ديك الساعه عيف ما عطاتها لي لبستها بيجاما وحده لا والسروال ديالها حبوبتي شكرا لك بزاف حبيت البيجامو جابتها لي في قياس ديالي وداك الشيء عرفتش عارفاني ما كيفاش عرفت القياس ديالك تي كدبك راه ايمان راه عايشه معايا هذا الكادو ايمان بوبان عرفتش باقي اخر واخر كادو جو بونس هو ديال فائزه فائزه يا سهيله 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 جابت لي سبادري
هادو هما اللي يلاه خارجين مؤخرا. حيت عرفتي قصيره شي فات الطالون قصيره في تويتر شويه حبيتها صراحه هاد الله صراحه والله لي زوينه جميله جدا. شفتو كتلبس مع استوار كوندريس تقدروا تلبسوا دي مع استوار كوندريس ولا والله حتى زغوينه هادي الدري زعما كانت يد الدراري كون ما كانش فيها الطالون والله يا حنتي بات وعدت كاد هاد الاحسان احسان هو دايره جابت لي دي بوكل زوينين صراحه الله. احسان بنت بهيجه احسان رتباني رتباني شوفي جابت لها الطوانق زوينين شكرا لك بزاف وليت كنديرهم بزاف كثر الطوانق معزه صافي شكون بقى صافي دوزنا كل شيء صافي كل شيء وصافي بغيت نقول بلي عند ميدي انا شوف حد الكراطن شوفوا اللي بغى يضرب معايا شي بيع وشريه لا نسي شي حد وماليكا ماليكا صاحبه سهام شكرا ليك بزاف ما كانش عندها الوقت انا باش تجيب لي كادو تعطي لي فلوس متقولش شحال عطاتك حيت بغات نعطيك التريال ما عرفتش شديتيها ناري مصنطحه والله حتى بزز باش في الاخر شكون مضاربي عطاتها لي تحت الطابله شوف ماليكا حبيبتي شكرا ليك بزاف بزاف قالت لي انا مابقاش لي الوقت حيت خدامه قالت لي خذي انت اشنو شغلتك فيه شحال ما نقولش لك شحال شوفوا صافي هو الشيء اللي كاين ونسينا الكادو ديال ميدو اللي هو هذاك الميك اب اكسس ديال سيام ومريم وداك الشيء نسينا الكادو ديالو حيت كلينا داك الشيء نسينا حيت جابين واحد الحلوه اللي كلاصي واعره بزاف شكرا ميدو شتي في انستغرام ميدو ارت ميك اب ميدو ارت ميك اب شكرا بزاف على داك الكادو حيت واعر بزاف والله العظيم البارح في الليل نطلع نفتح ما كاينه بالعاشق داك الشيء طوط هذاك الشيء داك الشيء علاش نسيتو شكرا بزاف على الكادو هو اللي دار لي اللولوك وهذا تا هو نسيناه هذا ديال اميره هاد اللعيبات راه غتكونوا كل اللي كيعرفهم راه كيشعلوا في الليل اميره بنت نقافة دنيا بالرادار دوك ديك كيرليا ديك الشكوكه ها هو هذا الكادو هذا هذه اللي كنا كنقلبوا عليها انا وياها وما لقيناهاش فين كتباع وفاش لقيتها جابت لي حتى انا وحده هذه الكتريك فليك شعل فيها الضو كتدار في لونك فريمون زوينه يا ربي ما نكون نسيت حتى حد ما بغيت حتى حد يتقلق يلا بينا كنتفكروا هادشي اللي كاين هادو هما اللي كادو كاملين سي بون شكون يضرب معايا في هاد الخناشي هادو اللي فهاد الكراطن هادو اللي بقاو المهم هاد البواط هي اللي جات فهاد الكسوه ديال سفيان وفائزة غير البواط اللي ورا لهم بواطه كبيره هي فيها شي حاجه خشيت فيها الصندال والصاك شكرا لاي واحد جا نورني في العيد ميلاد حيت فريمون فاش عرضت عليهم كبرت بهم خاصهم يكبروا بيا ويجوا يحضروا اوكي كاين شحال واحد ما جاش اللي ما جاش باقا مقلقه منه من حد الان ها انتم اللي ما جاش راكم عارفين الريوس ما جاش باقا لحد الان صار والله صاب الصح حيت اول عيد ميلاد غادي نديرو بمالي الخاص بغيت كل شيء اي واحد كبرت بيه يجي ويكبر بيا وحتى اللي ما جاش انا غنعذر ظروفه ولكن فريمون بقى فيا الحال يعني طونك زيد التليفون وعيط لشي حد باش يجي الا ما كانش غادي خاصو يهز التليفون يقول لي مريم ما نقدرش نجي حتى حد ما هز التليفون ها حتى حد ما هز التليفون كاين اللي غير صيفط ميساج كاين اللي صافي 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 ابل ابل الو مريم ما نقدرش نجي لسبب ولا ميساج بزاف كيسولوا علاش الواليد ما كانش حاضر في لانيفيرسير شي كيقول واش باكم ما معاكم شي كيقول اكيد كثر شي حاجه كلشي كيقول بزاف واش باكم ما عايش معاكم واش باكم هادي واش باكم لا الواليد عايش معنا وقالت ليه مريم يلاه ولكن راه ما كاينش مثلا شي واحد اللي بحاله في اللاج اللي غادي يجلس معاه مثلا دابا صحابات مريم ولا الدري ديال العائله مثلا ملي غيشوفوا الواليد كاين غادي يحشموا ما يقدوش مثلا ياخذوا راحتهم ما يقدوش يشطحوا داكشي داكشي علاش الواليد ما مشاش واصل الواليد فاهم حنا الواليد قلناها ليه ولكن قال ملي قلنا ليه قال لي شكون غيكون يعني في انيفيرسير قلنا ليه صحابات مريم وش الدريات من العائله وش الدراري وكذا وهادي قالنا صافي نخليكم على راحتكم جيبوا لي حقي من الحلوه جيبوا لي حقهم من الحلوه صافي هادشي اللي كاين قال لي انا ما نقدرش انا نمشي وتما يعني واحد هو عرف ان الدريس ما ياخذوش راحتهم وصافي هادشي اللي كاين حتى الواليد يعني ما كاينش شي واحد اللي مريح معاه وكذا وداكشي كاين تما الشباب كاين غا كلشي مفروح كلشي هارب ليه وتا هو الدريات يعني الدريات ما ياخذوش راحتهم فهمتوا ما يقدرش ما يشطح مع الدقه من راسي وداكشي غيشوفوا الواليد حاضر ليه هادشي علاش الواليد ما جاش اما الواليد راه عايش معنا الله يخليه لينا والله يخلينا ليه وصاف هادشي اللي كاين هادشي علاش الواليد ما جاش الوغ الفاميلي بغيت نقول لكم بلي ما تنساوش ان شاء الله نهار السبت مع خمسة العشيه غنحط لكم واحد المقلب اللي هو لا يتحط واحد المقلب درتو الايمان والايمان ومريم واعر بزاف اللي هو واحد المقلب زعما فيه واحد الحديثه واحد المقلب اللي واعر بزاف نتسناو ان شاء الله نهار السبت مع خمسة العشيه فلاشين شي حاجه اللي واعر بزاف وبدل الفاميلي كنتمنى لكم عجبكم الفيديو بغيت نقول لكم بلي ما تنساوش تواصلوا معنا على الحساب فيسبوك وانستغرام ف
فيسبوك وانستغرام ديما كيخليكم في التصويره الاخيره فيسبوك ولا انستغرام. انا تواصلوا معنا تما لي ميساج ديالكم الصراحه ديالكم كنجاوب كلشي في لي ميساج وما تنساوش عاوتاني تكتبوا لنا في لي كومونتير كل واحد انيفيرسير ديالو امتى باش كما قلت لكم ما تعرفوش واش يتلاقى مع التوام ديالو في لي كومونتير. يلا هبطوا لي كومونتير كل واحد يكتب لنا انيفيرسير ديالو باش انا نبقى شاد لكم العبار باش نشد شي واحد هادي الكادو. تهلاو فريوسكم تصبحوا على خير. فيسبوك وانستغرام تواصلوا معنا تما لي ميساج ديالكم كنجاوب كلشي. يلا بيس.